هناك الكثير من الصور الإيجابية ضمن إحياء ذكرى النهضة الحسينية، سواء كنا نتحدث عن أجواء إحياء ذكرى عاشوراء أو ذكرى الأربعين. تعالوا نستقرأ بعض هذه الصور الإيجابية بشكل سريع. النقطة الأولى: الجاذبية العفوية والتلقائية في جذب الناس نحو كل فعاليات، كل البرامج، كل الأنشطة المرتبطة بهذا الموسم، موسم إحياء ذكرى النهضة الحسينية. عادة البرامج، مشاريع، احتفالات، ندوات، غيرها تحتاج توزع دعوات، ترغب الناس، تسوي سحوبات، تقول لهم تعالوا في عشاء دسم، في كذا كذا، تالي تشوف الناس، بعض الناس يأتون إليك. ولكن بالنسبة إلى إحياء هذه الذكرى تجد الناس هم يبحثون عن هذه المجالس وهم حريصون من دون حاجة إلى دعوة. أقصى ما تقوم به الدعوات أنها تبين من الخطيب ومتى وكذا، بعض التفاصيل، ولكن أصل الفكرة هي راسخة في ذهن الناس. الدعوة هي تلقائية وعفوية، وهذا أمر يعني أمر يعتبر ميزة كبيرة بالنسبة إلى هذا الموسم. هذا واحد. ثانيا، في هذا الموسم يتحقق تمكين وتقوية الارتباط بأهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بزخم روحي كبير. هذا اثنين. الميزة الثالثة: العطاء الإيماني والفكري والثقافي والروحي والأخلاقي والتربوي والنفسي والاجتماعي الذي يتم من خلال ما يقدم في هذا الموسم وبشكل مكثف، يقل نظيره حقيقة يوميا وفي اليوم الواحد أكثر من مجلس، مجالس يعني لا تعد ولا تحصى. هذا اثنين. ثلاثة. رابعا، الزخم العاطفي الكبير المساوق لعملية الإحياء هذه، ولا شك أن للعاطفة دوراً مهماً في تحريك الإنسان بشكل إيجابي أو سلبي، وهنا التحريك يجب أن يكون بالاتجاه الإيجابي. خامساً، التفاعل مع قضايا الساعة. هناك مشكلات كثيرة يواجهها الإنسان أو تواجهها المجتمعات أو تواجهها الأمة الإسلامية ككل أو تواجهها البشرية. واضح بأن هذه المجالس وهذه الإحياءات تقوم بعرض ومعالجة قضايا الساعة، سواء كانت سياسية أو كانت فكرية أو سلوكية أو إيمانية أو غير ذلك من القضايا الكثيرة. كل هذا وغيره جعل أصحاب الفكر وأصحاب الرأي وجعل المنصفين من الناس يغبطوننا على هذا الموسم ويتمنون، ممن هم خارج هذه الدائرة يتمنون لو أن عندهم قضية مركزية تستطيع أن تجذب الناس وأن تقدم ما ذكرناه في موسم يمتد لأسبوع واحد، بينما هذا الموسم كما ترونه يمتد لأكثر من ذلك بكثير. ولكن مع هذا، في البين من يعمل على التركيز على بعض الصور السلبية، سواء كانت سلوكيات أو كانت مظاهر أو كانت بعض المضامين الخطابية تكون سلبية يتم التركيز عليها في هذا الموسم وكلكم تعرفونها، وبالتالي يقوم بحرف البوصلة بدلاً من توجيه العدسة باتجاه تلك الإيجابيات يقوم بتوجيهها نحو بعض هذه السلبيات وإثارتها وتكبير حجمها أحياناً، وبالتالي
يصور للناس بأن هذا الموسم هو موسم لا إنساني، هو موسم خرافي، هو موسم غوغائي، هو موسم متخلف، وما شابه ذلك من صفات تطلق أحياناً على إحياء ذكرى النهضة الحسينية. صدور بعض هذه السلبيات بالصور المختلفة التي ذكرناها ينشأ من عدة عوامل. إحدى هذه العوامل أن جزءاً من هذه الفعاليات منطلقة من عامة الناس، ممن لا يملكون تلك الثقافة الشرعية الكافية لكي يضبطوا الفعالية من ناحية شرعية. من هنا تجد بأن تحصل بعض صور الانفلات في مثل هذه السلوكيات، والأمر يؤدي إلى أن يصدر عنهم نتيجة العاطفة الشديدة والانفعال والتأثر أو عامل نفسي آخر معين، يصدر عنهم ما يمكن وصفه بأنه صورة سلبية أو صورة مشوهة لإحياء ذكرى النهضة الحسينية. هنا يبرز دور العلماء، هنا يبرز دور المبلغين، هنا يبرز دور المؤمنين من أصحاب الوعي ومن أصحاب البصيرة في أن يقوموا مثل هذه الأخطاء ومثل هذه السلبيات، يوجهوا الناس، يصلحوا الأمور، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، وهذا يمثل أحد أبرز الشعارات الواضحة التي تطرح دائماً في أجواء النهضة الحسينية، لأن الحسين عليه السلام قبل أن يغادر المدينة المنورة أوصى أخاه محمد بن الحنفية بوصية وفي ضمنها: وأني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. أيضاً مسؤولية العلماء والمبلغين وأصحاب الوعي الإصلاح، لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. قبل مدة شاهدت مقطع فيديو طريف حقيقة كان، ولكن أيضاً فيه عبرة. أحد علماء الشام، وهو من الأحناف، يعني من إخوان أهل السنة ليس من الشيعة، يقول بأن أحد العلماء الكبار وكبير بالسن أيضاً جاء إليه شاب يشتكي وبكل حماسة وانفعال من أن بعض الناس يأتون إلى مسجد من مساجدهم، مساجد المنطقة يعني، وهناك شباك يأتون ويربطون خيطاً على هذا الشباك لطلب المراد، فيشتكي لهذا العالم، لهذا العالم: ما هذه البدعة؟ الناس كذا يسوون كذا، شرك إلى آخره من هذا الكلام. فقال هذا العالم: هو ما زالوا يفعلون ذلك؟ لقد كانوا يفعلون في الماضي. هو ما زالوا يفعلون ذلك، طبعا باللهجة الشامية. قال، وهذا الشاب المنفعل وهو يتصور أن العالم هذا من يسمع هالكلام راح يبدأ يسب ويلعن وكذا في هالناس مثلا، ويحتقرهم ويتهمهم مثل ما هو يتهمهم. فقال له: إي نعم مولانا، ما زالوا يفعلون ذلك. يقول ابتسم، قال: إيعال يعني، رائع، عشان احنا نشتغل، وهذا دورنا احنا العلماء، عشان نسوي احنا دور العالم، ان اذا ظهرت البدع دور العالم، اذا ظهر خلل دور العالم، اذا كانت هناك مشكلة دور العالم، اذا كان هناك جهل دور العالم، اذا كان في سلوكيات خاطئة دور العالم، إذا حصل أي تحريف لأي شعيرة من شعائر الدين، لأي عمل من الأعمال العبادية أو غيرها، دور العالم التوعية والتصحيح وكذا. دور العالم ليس التصادم مع الآخرين، دور العالم ليس صب اللعنات والسباب والإهانة والتحقير بشأن الناس عندما يخطئون. الناس بالنتيجة مستويات، ثقافتهم مختلفة، هناك عوامل كثيرة تؤثر فيهم. فإذا الإنسان عالماً كان، مبلغاً، مؤمناً، واعياً، صاحب بصيرة، مدام ما عندما يشخص وجود خلل دوره هو أن ينبري لإصلاح هذا الخلل.
وليس دوره هو دور التصادم ودور صب اللعنات وغير ذلك من الأمور. العامل الآخر الذي يؤدي إلى إبراز بعض الصور السلبية في إحياء النهضة الحسينية أن في البين انتهازيين، يجب أن نعترف بهذا الأمر. في ناس يحققون مصالحهم الشخصية الآن، مالية كانت أو شهرة أو غير ذلك من الأمور. بالنتيجة في ناس كما يقول الإمام الحسين عليه السلام: الناس حسب المروي عنه، الناس عبيد الدنيا. والإمام لمن يقول الناس لا يستثني هذا حتى من هم متزيون بزي الديني، ممكن ناس متزين بالزي الديني وأيضا يكون الدين بالنسبة إليهم هكذا والدنيا بالنسبة إليهم هكذا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، يعني هناك ارتباط بالدين ولكن ارتباط مصلحي، وهذا الارتباط المصلحي قد يؤدي عند بعض هؤلاء الانتهازيين إلى أن يوظفوا الموسم، موسم إحياء النهضة الحسينية، لمصالحهم بابتداع بعض الأمور، ادعاء بعض الخرافات كذا إلى آخره. بالنتيجة هو يريد أن يصب هذا الأمر في مصلحته. هنا أيضا يبرز مجددا دور العلماء والمبلغين والمؤمنين الصالحين أصحاب الوعي والبصيرة أن يواجهوا مثل هذا الأمر الذي يترك بصمة سلبية على هذا الإحياء. ولا تتصورون وجود الانتهازيين أمر فقط مقتصر على هذا الإحياء، لا، في كل الأديان وفي طول تاريخ البشرية في الأجواء الدينية وأجواء غير الدينية الانتهازيون دائما موجودين، لا تستطيع أن تلغيهم من الوجود، هم موجودون، لكن كيف تتعامل معهم وكيف تحيدهم كي لا يحدثوا أضرارا كبيرة فيما تجد بأنه جزء من مسؤوليتك أن تواجه هذا الخلل. الآن لماذا يتم التركيز على هذه السلبيات؟ هذا أمر يعود إلى عدة عوامل. أولاً، الناس من طبيعتهم يحبون الإقبال على عناصر الإثارة. يعني واحد لما يقول طير له صاروخ قوي بكلامه مثلاً يختلق اختلاق مثلاً في قضية الإمام الحسين وثورته وكذا، يكون شيء غير إنسان ما يصدقه، هذا يجلب انتباه الناس. الكذبة لما تكون كبيرة يجذب انتباه الناس. كذلك الأمور اللي فيها يعني جانب أسطوري، الأمور اللي فيها بادعاء جانب إعجازي غيره، ويكون أمر مختلق مثلاً غير صحيح، هذا أمر فيه إثارة والناس يبحثون عن الإثارة. بعض السلوكيات الخاطئة اللي تحصل في أجواء الإحياء فيها إثارة، وبالتالي الناس يجذبهم هذا الشيء. لما يجذبهم عدد المشاهدات تزيد، عدد التعليقات تزيد، عدد الإقبال على المقاطع الشبيهة يزيد، فإذا هذا يؤدي إلى انتشار هذه السلبيات في تصورات الناس وفي متابعاتهم وتسليط الأضواء عليها. هذا واحد. اثنين، ردة فعل بعض الناس، البعض ردة فعلهم تجاه هذه السلبيات يعني تجعلهم يعيدون إرسالها إلى أعداد كبيرة من الناس من باب الاحتجاج لا من باب التأييد، فتنتشر أكثر. فأنا لما يجيلي مقطع ومقطعين وثلاث وأربع أتصور أن كل الصورة هي صورة سلبية بهذا الشكل، بينما المقاطع اللي فيها إيجابيات وفيها كذا قليل من الناس اللي هم يتفاعلون معها. ثالثا، هناك مترصدون، هناك من يحاربون هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، من ينصبون العداء لها وبالتالي إليها، وبالتالي هؤلاء يتصيدون مثل هذه السلبيات ويعيدون نشرها وتضخيمها، وأحيانا تكون راجعة إلى قبل 10 سنين و15 سنة، لكن هو مخزن عنده مجموعة ويرد يرجع يكرر وكأن الأمر ما زال موجود، قد تكون الظاهرة أصلا اختفت. رابعا، هناك جهود مخابراتية تعمل على تأجيج الصراعات بين المسلمين، ترى يتلبسون بلباس الإنسان الحريص على التسنن، وتارة يتلبسون بلباس
الإنسان الحريص على التشيع ثم يبدأ يهاجم هذا الطرف، وهو نفسه يبدأ يهاجم الطرف الآخر، وبالتالي ضمن سياسة فرق تسد تعمل هذه الأجهزة المخابراتية. ولا شك أن تلك الصور السلبية التي يأتي بها البعض في هذه الأجواء هي مادة دسمة للأجهزة المخابراتية من أجل توظيفها ضد مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إن وجود بعض المظاهر السلبية خلال إحياء ذكرى النهضة الحسينية سواء خلال الموسم العاشورائي أو زيارة الأربعين، وسواء صدر عفوياً أو عن جهل أو عن سوء استغلال أو تعمد تشويه، لا يعني معارضة المشروع ككل أو مقاطعته، بل يعني تهذيبه والعمل الجاد والمستمر على تخليصه مما يعلق به من الشوائب. وهذه وظيفة العلماء والمبلغين والمؤمنين من أصحاب الوعي والبصيرة، وهو يتماهى مع الشعار العريض الذي يلخص النهضة الحسينية حين قال صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. دعاؤنا للجماهير المليونية المحتشدة لزيارة الأربعين بقبول الأعمال وبالخروج من هذا الموسم الإيماني بأكبر حصيلة من العطاء الروحي والفكري والمعرفي والسلوكي المنبثق من دروس وعبر النهضة الحسينية ومضامين إحيائها، وأن تشملهم يد العناية الإلهية بالأمن والسلامة من كل شر وسوء، وأن لا ينسوا أن القضية المركزية اليوم هي نصرة المقاومين في وجه العدوان الصهيوني الوحشي والمستمر منذ أكثر من 300 يوم، نصرة المقاومين في ساحات القتال والمقاومين من المدنيين بصبرهم الأسطوري. فلعل دعواتهم في أجواء هذه الزيارة المليونية تفتح أبواب الإجابة في تعجيل النصر والفرج. وتحية لموكب نداء الأقصى الدولي المنطلق منذ أيام في كربلاء في أجواء الأربعين الحسينية وما فيه من صور الأخوة والتلاحم بين علماء المسلمين لا سيما علماء فلسطين، وفعالياته المعبرة عن التلاحم مع القضية الفلسطينية.